السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المهندسة الزراعية للمختصر والمفيد لزراعة الجهنمية أو اللي بيسموها المجنونة. هي بيبقى أزهارها جميلة جدا وتستحق اللي هي الواحد يزرعها، وهي خصوصا بتبقى ليها ألوان كتيرة جدا، فبينها بيبقى الوردي وفي البنفسجي والأصفر والأبيض والبرتقاني. وهي طبعا في ناس لازم تكون بتتسند، لإما على سور خشب أو سور حديد أو سور مبني طوب، اللي هي بتدي منظر جميل جدا وبتدي بترفع الروح المعنويه وبتخلي الواحد مبسوط لما بيشوفها. هي زرعتها بسيطه جدا وسهله. احنا هنزرعها بالعقله، بناخد اي فرع من الفروع الشجر بتاعه الجهنميه ونقوم ايه زرعينها في الارض. وهي زرعتها بسيطه وسهله جدا، بس العقل ديت لازم تكون نزرعها في شهر فبراير وفي شهر مارس. وطبعا عشان يساعد على زياده التجذير وسرعه التجذير، ممكن ايه نحط الجذور دي في القرفه وفي العسل الابيض، ده بديل لهرمون التجذير. احنا دلوقتي ان شاء الله هنمسك هنبدا هنا اهيت، ادي اهيت اللي هنزرع فيها، وهنجيب البطمس ونحطه ونقلبه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجه نعملها نسمي بالله عشان ربنا يحط فيها البركه. خلاص كده ونقوم ايه حفرين فيها ايه. طبعا الايه الكمبوست طبعا بنحطه علشان ايه بيغذي النبات وبيساعده على الانبات. طيب ادي هنا ايه جبت ايه كذا، قطعت من شجره الجهنميه كذا ايه عقله من الساق، لازم طولها ما يقلش عن 15 سنتي، وبعدين في الاخر خالص بنخلي فيها ايه ورقه او ورقتين. طيب وبعد كده بنعمل ايه، بنقوم ماسكين اهيت ونقوم ايه مدخلين، خلي بالكم عشان يبقى فيها اشواك، ونقوم ايه نحاول ندخلها على قد ما نقدر. ولازم ايه نتاكد ان هو ايه كذا عقده ايه بتاعه النبات تكون موجوده تحت خالص، يعني عشان ايه هي الايه العقد اللي موجوده دي هي المعمول الوقت ان شاء الله بامر ربنا بتعمل جذور وبتساعد على ايه تثبيت النبات ونمو النبات وخلي النبات ينجح. بس كده ايه احنا ايه اتاكدنا ان هو ايه اكتر عدد من العقد موجوده تحت التربه، وهي زراعتها بسيطه سهله ما فيهاش اي حاجه بامر ربنا. احنا كل الموضوع اللي احنا بنزرع وربنا هو اللي عليه بيتولى، وهو اللي بيبين سبحان الله خالق فالق الحبة والنوى، هو اللي ايه ربنا هو اللي بينمو الزرع بس، وكل موضوع محتاج شوية عناية مننا. طيب وبعد كده احنا بنقوم ايه ساقيين اهيت عادي خالص، ساقيين الجهنمية او اللي بيقولوا عليها المجنونة اهيت. بس في حاجات معينة لازم نراعيها في زراعة المجنونة علشان هي ايه حساسة لحاجات كتيرة قوي. ادي اهيت الشجرة، ادي اهيت بص متفرعة وهيت وجميلة، دي كلها ايه شجره الايه المجنون او الجهنميه. طبعا التربه لازم تكون جيده الصرف والتهويه، وطبعا تكون حمضيه وبتجود في الاراضي السمراء. السماد العضوي او الان بي كي، بس على فكره الان بي كي لما نيجي بنحطه هو بيساعد على نمو الايه الاورق، لكن ما بيساعدش على نمو الزهور. واحنا دي طبعا احنا بنزرعها علشان خاطر الزهور بتاعتها. طيب علشان يبقى يدينا زهور لازم التسميد بالحديد والبوتاسيوم، هو دوت اللي هيديكي شجره مليانه زهور وجميله بامر ربنا. طيب المناخ، هي على فكره استوائيه، هي بتحب الشمس وبتزدهر كل ما تعرضت للشمس كل ما بتزدهر. هي على الاقل 5-6 ساعات تتعرض في الشمس، يعني درجه حراره الصبح 37 وبالليل 15 درجه مئويه. طيب الري الزايد يا جماعه بيأثر على، هي ما بتحبش الميه كتير وهي عندها قدره على تحمل العطش، لكن هي الري الزايد بيساعد على ان الورق بيقع، وبعد كده ممكن بقى الزهور بتقع لكن الاوراق هتلاقيها زادت بس ما فيش زهور، هيطلع مكان الزهور دي شوك، واحنا مش طبعا مزارعين عشان خاطر الشوك. طيب هي في الشتاء بتتسقي مره واحده، وفي الصيف مرتين او ثلاثه، واحنا قلنا عندها مقدار على تحمل العطش. التقليم نيجي بقى ايه نشوف التقليم، يعني نشوف الايه الخشب الناشف، الخشب اللي هو خلاص الزهر ومالوش اي فايده منه، ده بايه بنقلمه عشان ده بيفيد النبات جدا. وبعدين هو الافات بتاعتها سبحان الله، الشجره دي ما بيجيش عليها افات ابدا وهي مقاومه للحشرات، يعني هي ايه مريحه، هتبقى مريحه حتى في العلاج بتاعها.
واحنا دلوقتي اتكلمنا طبعا عن كل حاجه، وما اعتقدش احنا نسينا حاجه. فهي ان شاء الله شجره الجهنميه او اللي بيقول عليها المجنونه، تزرعوها وتبقى جميله جدا وتزدهر عندكم زي ما ازدهرت عندي كده وماليه المكان. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه، ولو اعجبكم الفيديو عبروا لي عن كده، وانا تحت امركم في السؤال عن هذه الشجره او اي شجره تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.